عندنا تقريبا حاله اللي هي ركله الجزاء كابتن ايمن، وعندنا في بطاقه انذار، ما اعرفش الحالات معانا ولا لا يا شباب، لو مش معانا قولوا لنا هنا. هنا هدف جاي ايضا، هو سمح باستمرار اللعب ونشوف كابتن ايمن، نشوف هنا، هي هنا طبعا ركله جزاء واضحه جدا جدا، الحارس هنا لم ينجح في لعب الكره وبالتالي المخالفه موجوده، وهنا لا يتردد صبري ابراهيم فيه. ولكن انا كان حابب قوي انك انت ترجع تدي البطاقه، لان ده خطا بتهور. صح. بشكل عام دروس مستفاده كثيره كابتن اسامه، مش مباراه وديه بمعنى ان احنا بقى يعني نفك كلنا كحكام. النهارده الحكام كانت على مستوى عالي جدا جدا من التميز، وقدروا ان هم يهتموا ويركزوا، ودي كانت الدروس مستفاده. اتمنى الاداء ان شاء الله للاهلي موفق باذن الله في المباراه القادمه، كلنا بنقول يا رب، ويعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله ويكسب في المباراه اللي هي خارج ملعبه في بطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن.